السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، فيديو صباحي بوقت مبكر كالمعتاد. معكم نوراس، مقدم الفيديوهات على قناة براس سبورت يا اصدقاء. والحديث المستمر عن تحضيرات المنتخب السوري الاول للقاء منتخب الامارات ب 27 واحد هذا الشهر، باللقاء الهام والمصيري ضمن مباريات تصفيات كأس العالم والمباراة الأولى أمام الإمارات ب 27 واحد لهذا الشهر مثل ما ذكرنا، تحت قيادة وأنظار المدرب الروماني تيتا لأول مرة ضمن مباريات تصفيات كأس العالم. كالمعتاد بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للأخير، تتأكدوا من تنفيذ خيار الجرس اختيار كلمة الكل حتى يصلكم كل جديد. بتمنى منكم تتابعوا حساب صديقنا بشار صديق المواس، طبعا من أحد الأشخاص الرائعين بنشر المحتوى السوري على الانستغرام. طبعا لليوم ان شاء الله، لليوم صباحا يوم الخميس، عم ننتظر سفر ومغادرة البعثة المنتخب السوري لدولة الامارات من اجل بداية تحضيرات المنتخب وتجميع اللاعبين بدولة الامارات من اجل مواجهة المنتخب الابيض الاماراتي بدولة الامارات بعد نقل مباريات المنتخب من الاردن لملاعب الامارات. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب السوري، ومن ثم حيكون في عنا استكمال لضم باقي اللاعبين المحترفين، ومن ثم يكون في عنا انضمام للاعبين المحترفين بأوروبا، ومن ثم التحضير وتجميع جميع اللاعبين وخوض المباراة الرسمية أمام الأبيض الإماراتي. هلا من المفروض إنه كان المنتخب يسافر أو يغادر يوم الأربعاء، لكن الله يبعث الخير عم يكون في عنا تساقط للثلوج، طبعا هذا الشيء ممكن يسبب صعوبة بالسفر أكيد. ممكن يكون في عنا خطر على موضوع السفر من بلد لآخر، أكيد هاي الأمور حتأثر على موضوع السفر والطيران بين البلدان. عم نشاهد من خلال هاي الصور تساقط للثلوج بمدينة دمشق، والله يبعث الخير يا رب، وإن شاء الله يا رب بياض هذا الثلج يكون بياض على منتخبنا بتحقيق النتائج الإيجابية يا رب خلال مشوار التصفيات بهاي المباريات. فمن المتوقع بإذن الله إن شاء الله مغادرة بعثة المنتخب صباح اليوم الخميس لدولة الإمارات، لكن جميعا نحن كجماهير سوريين ومتابعين كامشين قلبنا بإيدنا بسبب موضوع عدم التحاق كافة اللاعبين والخوف من هذا الموضوع للأسف، أو يتكرر سيناريو غيابات للاعبين عن هاي المباريات الحاسمة والمصيرية للمنتخب. لكن بإذن الله لتاريخ تسجيل هاي الحلقة لصباح اليوم الخميس، عم نتوقع يا رب ما يكون في عنا أبدا أي غياب لأي لاعب سوري، مع استكمال مباريات جميع المحترفين بالدوري العراقي وبالدوري الإماراتي عمر خريبين وبالدوري السعودي عمر السومة. إن شاء الله ما راح يكون في عنا أبدا أي غياب، الله يبعد الإصابات عن جميع اللاعبين. كان الخبر الأبرز خلال 48 ساعة هو انتقال اللاعب ملهم بابولي، طبعا اللاعب السوري المحترف بالدوري الكندي للدوري القطري، وإشارات استفهام حول موضوع مستوى النادي اللي انتقل له اللاعب ملهم بابولي بالدرجة الثانية من الدوري القطري. لكن يعني اكيد بتمنى له التوفيق للاعب ملهم بابولي. هلا بعض الاشخاص ذكرت انه بسبب توقف الدوري الكندي لمدة 4 شهور بسبب فصل الشتاء او توقف بسبب الجو السيء دوري كندا، ومن المتوقع عودة اللاعب من جديد للدوري الكندي. وكانت الصفحة الرسمية لقناة الكأس القطرية الغنية عن التعريف اعلنت انه نادي المعيذر يتعاقد مع الثلاثي الجزائري نذير بلحاج والمغربي نبيل زهر والسوري ملهم بابولي من اجل تدعيم صفوف النادي من اجل استكمال منافسات الدوري القطري، وطبعا النادي مهدد بالهبوط للدرجة الادنى. مثل ما ذكرنا اشارات استفهام كانت حول هذا الانتقال، يا رب تكون الاخبار صحيحة حول موضوع عودته من جديد للدوري الكندي، وخصيصا اللاعب يعني صار له عدة مواسم عم يشارك بالدوري الكندي بارقام وانجازات ومشاركات للكثير والعديد من المباريات. هلا بنرجع لموضوع المنتخب من جديد، اكيد موضوع عدم خوض المباريات الودية عم يشكل قلق بوسط الرياضي السوري، انه المدرب الروماني ما كان في عنده مباريات ودية تحضيرية للمنتخب غير المباريات اللي كانت ببطولة كأس العرب. هذا الشيء ممكن يسبب عدم انسجام وتفاهم بين اللاعبين، خصيصا في عنا لاعبين او 3 لاعبين اول مرة عم يتواجدوا مع المنتخب السوري، ومن الممكن يعني هن يشاركوا بهاي المباريات. لكن من المتوقع والمفروض 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 المدرب الروماني تيتا يكون في عنده استقرار على اللاعبين قبل المغادرة او قبل السفر لدولة الامارات، عرفان اللاعبين اللي هي حتشارك او اللاعبين حيشاركوا مع المنتخب السوري خلال هاي المباريات اللي من الممكن يقدموا المستوى والاداء في ظل عدم وجود اي غيابات باذن الله او عدم وجود اي اصابات
بين صفوف لاعبي المنتخب السوري. هل من الممكن أن اللاعب ملهم بابولي أو حسام عايش يشاركوا أو يكون له تواجد بعض الدقائق في هاي المباريات؟ هذا الشيء بيرجع لقرار المدرب حسب شو ممكن يكون في عنا سيناريوهات بأرضية الملعب، حسب شو بيكون عنا مطالب الفريق السوري خلال هاي الدقائق من هاي المباريات. وأهم شيء دائما نحن من خلال متابعتنا للمنتخب ما يكون في عنا تلقي لأي هدف في أول دقائق من عمر اللقاء، حتى ما يصير في عنا شتات ذهني من اللاعبين بأرضية الملعب، حتى بين قوسين يعني فينا نقول حتى ما يضيعوا اللاعبين بأرضية الملعب بسبب تلقي الهدف في أول دقائق. لا، لازم نحن نحافظ على موضوع ما نتلقى الهدف بهاي المباراة والمباراة الثانية بأول دقائق. أكيد باقي الدقائق من عمر اللقاء ما اختلفنا، بس لكن موضوع الهدف بأول دقائق راح يشكل صعوبة أكثر على اللاعبين وحيزيد الضغط عليهم نفسيا. بتمنى أنا يا رب ما يكون في عنا أبدا أي غيابات السومة مخربين لباقي اللاعبين، حتى يكون المنتخب مكتمل الصفوف بهاللقاءات وهالمباريات المصيرية جدا والحساسة جدا للمنتخب. بدهم يعرفوا حالهم اللاعبين خلال هاي المباريات، أربع مباريات القادمة بالتصفيات هي غالبا آخر المباريات الرسمية خلال هاي الفترة ما قبل استكمال أو التحضير لموضوع بطولة آسيا، كأس أمم آسيا العام القادم بالصين. وممكن يكون في عنا اعتزالات لبعض اللاعبين خلال هاي الفترة في حال الفشل لا قدر الله بالصعود أو التأهل للملحق. موضوع التحضير الذهني والتحضير البدني شيء ما سهل على اللاعبين، لأن موضوع عدم الشتات الذهني بهاي المباريات والابتعاد عن موضوع الضغط بباقي الدقائق من عمر اللقاء هذا شيء كثير هام، ولازم اللاعبين يعرفوا حالهم إذا هن نزلوا بأرضية الملعب بثقة عالي بروح عالي بتسجيل هدف في أول دقائق بمرمى الخصم. هذا الشيء جدا حيكون إيجابي للاعبين بباقي الدقائق من باقي عمر اللقاء، فهذا الشيء حيخفف الضغط عليهم نفسيا، خصيصا منتخب الإماراتي منتخب قوي منتخب عنيد ومنتخب أيضا بده يخطف نقطة أو الفوز من منتخبنا. المنتخب السوري والإماراتي واللبناني والعراقي جميعا هاي المنتخبات عم تتصارع في عنا منافس على موضوع حجز بطاقة الملحق كمركز ثالث من أجل مواجهة المركز الثالث بالمجموعة الثانية. طبعا هاي السيناريوهات حتتحدد، أنا بتوقع بعد نهاية هاي الجولة حيكون في عنا منتخب أقرب لموضوع الملحق، منتخب عم يبتعد أكثر عن موضوع الملحق. يا رب يكون موضوع الملحق الأقرب لمنتخبنا السوري خلال هاي الجولة والجولة القادمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. نتمنى من اللاعبين الثقة العالية تكون الروح العالي في أرضية الملعب من الدقائق الأولى، نرجع منقول ابتعاد عن موضوع الشتات الذهني والابتعاد أيضا عن موضوع الضغط النفسي اللي ممكن يصير في حال لا قدر الله تلقي أي هدف في أول دقائق من عمر اللقاء. ما بدنا يكون في عنا موضوع غياب المباريات الودية والانسجام بين اللاعبين شماعة لهي الأخطاء لا سمح الله في حال ظهرت في أرضية الملعب. بتمنى منكم شو توقعاتكم ونظرتكم لموضوع المباراة للمنتخب السوري أمام المنتخب الإماراتي. بتمنى أقرأ تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات، وانتظرونا بفيديوهات قادمة إن شاء الله على القناة. هلا، السلام عليكم.